بعد سنوات طويلة من الإبداع الكروي على المستطيل الأخضر، شهد العام الحالي كتابة الفصل الأخير في مسيرة عدد من نجوم الكرة بإعلان الاعتزال نهائياً لأسباب مختلفة لم تقتصر على التقدم بالعمر، بل شملت أيضاً الإصابات والفشل بإيجاد ناد جديد. لذا ستقدم لكم قناتكم ميد سبورت في هذا الفيديو أشهر 15 لاعباً اعتزلوا عام 2022. شونسوكي ناكامورا بقميص فريق يوكوهاما الذي يلعب في صفوفه منذ 2019، أعلن النجم الياباني اعتزاله في عمر 44 عاما. واشتهر ناكامورا بطريقته المميزة في تنفيذ الركلات الثابتة، كما سبق له أن لعب لريجينا الإيطالي ثم تألق بشدة مع سيلتيك الذي توج معه بلقب الدوري 3 مرات متتالية، وخاض تجربة مع إسبانيول قبل أن يعود إلى الدوري الياباني. ودولياً شارك اللاعب في 98 مباراة مع الساموراي، أحرز خلالها 24 هدفاً وتوج بكأس آسيا في مناسبتين. مارك نوبل بنهاية الموسم الماضي قرر لاعب الوسط الإنجليزي تعليق الحذاء بعمر 35 عام بين صفوف وستهام، الذي أعلن لاحقاً عن تولي اللاعب منصب المدير الرياضي بداية من يناير القادم. وكان نوبل قد نشأ مع الهامرز وتدرج وصولا لفريقه الأول قبل أن يخوض تجربتين كمعار لفترة قصيرة، ثم عاد ليستقر مع الفريق طوال مسيرته، فلعب 568 مباراة سجل خلالها 63 هدفا وصنع 62، كما فاز بجائزة لاعب الموسم بالفريق مرتين. فابيان ديلف لاعب الوسط السابق لمانشستر سيتي، ليدز يونايتد، أستون فيلا وإيفرتون، أعلن اعتزاله في سبتمبر الماضي بعمر 32 عاما بعدما فشل في إيجاد فريق منذ رحيله عن التوفيز بنهاية الموسم الماضي. وعلى مدار مسيرته خاض ديلف 324 مباراة مع الفرق الأربعة المذكورة، كما شارك في 20 مباراة دولية مع إنجلترا وتوج بسبعة ألقاب جميعها مع المان سيتي. ألكسندر كولاروف عقب مسيرة احترافية دامت 18 عام، أعلن الظهير الأيسر الصربي اعتزاله بشهر يونيو الماضي في سن 36 عام، مؤكدا أنه سيتسجل في الدورات التأهيلية كمراقب وبعد ذلك كمدير رياضي. كولاروف بعد رحيله عن الدوري الصربي لعب للاتسيو، مانشستر سيتي، روما، ثم انتر ميلان محطته الأخيرة. وخلال مشواره الكروي شارك في 508 مباراة وتمكن من تسجيل 52 هدفا مع 69 تمريرة حاسمة، كما توج بأحد عشر بطولة أهمها لقب البريمير ليج مرتين. جيرمان ديفو في مارس الماضي أعلن نجم المنتخب الإنجليزي السابق اعتزاله في سن 39 لينهي مسيرة استمرت 22 عاما أصبح خلالها 9 هدافي البريمير ليج التاريخيين ب 162 هدفا خلال 496 مباراة. ودافع ديفو عن ألوان عدة أندية أبرزها ويست هام، توتنهام، وسوندرلاند قبل أن يعتزل بصفوف الأخير في تجربته الثانية معه. ودوليا سجل 20 هدفا خلال 57 مباراة مع منتخب إنجلترا، كما شارك في مونديال 2010 ويوريو 2012. توماس فيرمايلن في سن 36 أعلن المدافع البلجيكي وضع كلمة النهاية لقصته مع المستديرة في يناير الماضي، وقد سبق له تمثيل عدة أندية أبرزها أياكس، أرسنال، ثم برشلونة قبل أن يختم كتاب مسيرته مع فيسل كوبي الياباني. وإجمالا حقق توماس 17 لقب أهمها دوري أبطال أوروبا عام 2015 مع البرسا. لوران كوشيلني قائد أرسنال السابق قرر في مارس الماضي اعتزال اللعبة بعمر 36، وذلك بعد شهرين من تسريحه من قبل إدارة بوردو لتقليص الأجور بسبب تردي الظروف الاقتصادية للنادي، في وقت تلقى فيه اللاعب أيضا اتهامات من مجموعة ألتراس بوردو
بالافتقار إلى القيادة والسلوك الفاضح والعنصري. وكان كوشيلني قد بصم على أفضل فتراته رفقة أرسنال بين 2010 و2019 وتوج معه بخمسة ألقاب. جون أوبي ميكيل، مع بلوغه سن 35 اختار لاعب الوسط النيجيري إنهاء المشوار في سبتمبر الماضي بعد خوضه تجارب عديدة، أطولها وأهمها على الإطلاق كانت مع تشيلسي وآخرها الكويت الكويتي. وقد حقق مع البلوز تسعة ألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإنجليزي مرتين، كما خاض 91 مباراة دولية مع منتخب بلاده وقاده للتتويج بأمم إفريقيا عام 2013. فريد، المهاجم البرازيلي فريدريغو تشافيز غيديش المعروف بلقب فريد أعلن اعتزاله في يوليو الماضي بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع فلومينينسي، والتي سجلت ثاني أكبر حضور في ملعب ماركانا الجديد لإحدى مباريات الفريق. وعلق فريد حذاءه بعمر 38 عاما بعد مسيرة طويلة بدأها في أمريكا مينيرو البرازيلي ثم كروزيرو، وبعدها خاض تجربته الخارجية الوحيدة بقميص ليون الفرنسي، وعاد للبرازيل ليخوض تجارب جديدة هناك أهمها مع فلومينينسي. ودوليا شارك ب 39 مباراة مع البرازيل، سجل خلالها 18 هدفا، وكانت أبرز لحظاته خلال كأس القارات 2013 عندما فاز بالحذاء الفضي للبطولة التي حصدتها بلاده على أرضها. جاك ويلشير، لعنة الإصابات اضطرت لاعب الوسط الإنجليزي لتعليق حذائه في يوليو الماضي بعمر 30 عاما فقط، وحمل ويلشير شعار أرسنال كأبرز محطاته كما لعب لويست هام وبورنموث، وكانت تجربته الأخيرة رفقة أرهاوس الدنماركي الذي انتقل إليه في فبراير 2022. وخلال مسيرته توج اللاعب بثلاثة ألقاب مع الجانرز. ودوليا شارك ويلشير في 34 مباراة مع إنجلترا سجل بها هدفين. أردا توران، النجم التركي قرر وضع حد لمسيرته بسن 35 في سبتمبر الماضي بعد مشوار حافل خاض خلاله العديد من التجارب، أبرزها مع أتلتيكو مدريد قبل التراجع الغريب عقب الانتقال إلى برشلونة عام 2015، علما بأنه خاض آخر تجاربه مع نادي بداياته غالاتاس راي بين 2020 و2022. وتوج توران بأحد عشر لقب، منها الدوري التركي مرتين ومثلهما للدوري الإسباني إضافة للدوري الأوروبي مرة، كما لعب 100 مباراة دولية مع منتخب تركيا سجل خلالها 17 هدفا. كارلوس ديفيس، في يونيو الماضي قرر المهاجم الأرجنتيني إنهاء مشواره مع الجلد المدور في عمر 38، مؤكدا أن وفاة والده كانت وراء رفضه عروضا للاستمرار في الملاعب. وكان ديفيس قد حمل شعار أندية بارزة منها مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي ويوفنتوس، كما لعب لثلاث فترات متفرقة مع بوكا جونيورز الذي خاض بين صفوفه آخر مباراة له في العام الماضي قبل أن يقرر إنهاء المسيرة بعد وفاة والده المشجع الأول له على حد وصفه. وإجمالا توج ديفيس ب 26 لقب، منها دوري أبطال أوروبا مع يونايتد عام 2008 ولقب الكالتشيو مرتين مع البيانكونيري، وبعد إعلان اعتزاله مباشرة انتقل لعالم التدريب حيث أشرف على نادي روزاريو سنترال قبل أن يرحل قبل أيام تزامنا مع نهاية الموسم بسبب تواضع النتائج. غونزالو هيغواين، في ملاعب أمريكا أعلن مهاجم التانجو إسدال الستار على مسيرته بعد خسارة فريقه إنتر ميامي في أدوار البلاي أوف للدوري الأمريكي في أكتوبر الماضي ليودع ابن 34 عام المستديرة بالدموع، وهو الذي حظي بمسيرة مميزة حيث ارتدى قميص ريال مدريد لستة أعوام مسجلا 121 هدفا، كما حقق ستة بطولات أبرزها الدوري ثلاث مرات. بعد ذلك انتقل في تجارب جيدة مع نابولي وكذلك يوفنتوس ثم إعارة قصيرة مع ميلان وتشيلسي قبل أن يحط الرحال مع إنتر ميامي في 2020. ودوليا شارك ب 75 مباراة وسجل 31 هدفا، لكن ذكرياته مع التانجو ليست إجمالا بالسعيدة
حيث حمله الكثير من جمهور الأرجنتين المسؤولية وراء خسارة بعض الألقاب، أهمها كأس العالم بالبرازيل بعد إهداره لبعض الانفرادات الصريحة. فرانك ريبيري، بعد مسيرة احترافية دامت 22 عاماً معظمها مع بايرن ميونخ، استسلم النجم الفرنسي لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع سالير نيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وأعلن في أكتوبر الماضي تعليق حذائه نهائياً بعمر 39. وعاش ريبيري أزهى أيامه مع البايرن طوال 12 عاماً، حقق خلالها الدورية 9 مرات إضافة لدوري أبطال أوروبا مرة، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2013، علماً بأنه ارتدى قمصان أندية أخرى كمارسيليا، فيورنتينا وغالاتاسراي. ودولياً شارك مع فرنسا في 81 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً. جيرارد بيكيه، لم يتمالك النجم الإسباني دموعه ليلة السبت الماضي أثناء كلمته الوداعية في الكامب نو بعدما أعلن اعتزاله بشكل نهائي بعمر 35 عام، ليسدل بيكيه الستار على مشوار حافل بأغلى الألقاب، حيث حقق اللاعب كل البطولات الممكنة بواقع 35 لقب، 30 منها مع برشلونة، منها سداسية عام 2009، وثلاثة مع مانشستر يونايتد من بينها دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين مع منتخب إسبانيا، الأول كأس العالم 2010 والثاني يورو 2012.